في ظاهرة غامضة أثارت التساؤلات ودفعت المواطنين للخروج من منازلهم لمشاهدتها واسترعت اهتمام وسائل الإعلام، هناك تمكن الصينيون من رؤية ثلاث شموس في سماء مدينة شيفانغ الواقعة في شمال منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الصين. الشمس ظهرت مترافقة مع شمسين صغيرتين ظهرتا إلى جانبها على شكل نصف دائرة، زاده جمالا ظهور قوس قزح على مقربة من الشموس الثلاثة. سكان شيفانغ استمتعوا بمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة لمدة تجاوزت الساعتين، حيث تمكنوا من التقاط الصور ولقطات الفيديو لها قبل اختفائها. وتعتبر ظاهرة الشموس الثلاثة من الظواهر المحيرة لعلماء الفلك، والتي يطلق عليها اسم الشمس الخيالية، وهي ظاهرة بصرية تحدث عندما تكون البلورات الثلجية سحابة في الهواء على ارتفاع 600 متر تقريبا. على الرغم من تكرار حدوث هذه الظاهرة، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى دراسات أعمق لتحديد أسباب أكثر دقة لحدوثها. وهكذا لا يزال العالم يطالعنا بظواهر يعزو جهله بها إلى الطبيعة، فهي من صنع الله ولحكمة يعلمها وحده، وقد يعلمنا بها بمشيئته.